النجوم القائلة دقلة رمضان اليوم يا أبا محمد ما الذي أبكاك؟ جاء في كتاب وفيات الأعيان لابن خليكان، كتاب هذا في السير وفي التراجم، ترجمة سيرة الإمام المحدث الفقيه. نقول إمام هذا معناته قدوة، المحدث عالم في الحديث، الفقيه عالم في الفقه. العالم هذا اسمه سفيان بن عيينة الهلالي. قال رجل منينك العرف؟ قالوا مك الشجرة. قال رجل كنت أمشي مع سفيان بن عيينة العالم هذا، قال إذ أتاه سأل واحد يسأل فيه حاجة لله، فلم يكن معه ما يعطيه فبكى. فقلت يا أبا محمد ما الذي أبكاك؟ قال أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه. قال ما فماش مصيبة أعظم أن واحد يطلبك في حاجة ولا يسألك باش تقذيله حاجة ولا باش تعطيه حاجة وانت ما تقدرش معنى تطلبيله كالرغبة هذيك. يعني شوف الراجل كيفاش حس بغيره ويشوف أن واحد يسأله هو مش قادر يعطيه هني مصيبة. هل أنه احنا في رمضان شهر الخير وفي خير أمة أخرجت للناس قاعدين نحسوا بالعبادة دوما؟ أسكو نحسوا ما نوصلوش لدرجة البكاء، مع الأقل نحسوا ولا ما نتعداو كأنه مرور الكرام وكأنه ما يهموناش؟ صحيح مش الناس كل قادرة باش تسكت لفام الكل، مش قادرة باش تملى الكفوف الكل، مش قادرة باش تلبي رغبات الكل وتسد الثغور الكل وتحل مشاكل الناس كل، لكن على الأقل عناش الإحساس هذا ونعرفوا أنه مول التاج يحتاج. فما راجل يدعي في جامعة قال اللهم أغنيني عن الناس. انظر له شيخ، خلينيش في حاجة لهم. انظر له شيخ قالوا ما تقولش اللهم أغنيني عن الناس، قالوا الناس بالناس والناس بالله، كل واحد لازم يحتاج الناس. قال قول اللهم أغنيني عن شر الناس. قالوا شكون شر الناس؟ قالوا لي هو كي تطلبه قادر باش يعطيك وما يعطيكش، يذلك معناتها يردك، وإلا كيف يعطيك يمن عليك ويذلك. وعلى ذاك بكري كانوا السلف الصالح وكانوا الناس الطيبين والناس الخيرين، كانوا كي خاصة اللي عندهم قرابة متاع صداقة، يقول لك كي تطلب صديقك في قضية وهو قادر يقضيها لك وما قضاها لكش تعاود تذكره المرة الثانية. إلا كان مقضاها لكش يقولك تكبر عليه أربعة تكبيرات وتقرأ والموتى يبعثهم الله. أربعة تكبيرات يقضوا كيف صلاة الجنازة، يعني فهاش ركوع وسجود، يعني تصلي عليه صلاة الميت وتقول والموتى تعتبروا في عداد الأموات. فما بكري على حسابك كل تحسبه في عداد الأموات. وبكري كانوا الناس كي يقول لك فما اللي يتجنب باش ما يقولكش يسلك ما يقولكش صباح الخير ولا ما يسالكش على احوالك، لانه يعتقد كان هو سهلك على احوالك وانت قلت له موش لباس، يلزم هو يردك لباس، يلزم يردك لباس حسب امكانياته وقدراته. فشوف كيش كانوا بقى الناس تتفاعل مع العباد وكيش كانوا يحسوا بهم، ولذلك اضعفوا الايمان وكان مناش قادرين نعطيه ونحسوا بالعباد، ولذلك البرشة أعمال تؤجر عليها بالنية متاعك. أكل إحساس هذاك وكل بكاء هذاك تأخو أجر وثواب على غالب العين، شرط يكون صادق. العين بصيرة واليد قصيرة، لكن احنا نبكيه بالمجد على الأمة العربية الإسلامية اللي عندها برشة خيرات وقادية قادرة باش ما تخلي حتى سائل في مجتمع عربي مديده. هذا أكثر حاجة نبكيه عليها. والحاجة اللي نختم بها في الدقلة هذه أنه فما ناس معينة تبعث يوم القيامة مكتوب على جبينها آمن من عذاب الله، هما الناس اللي يسعوا في قضاء حوائج الإخوان من الناس. يعني الناس اللي قضوا برشا حوائج واللي لباوا برشا حاجيات اللي يحتاجوهم العباد يبعثوا نوع خاص من العباد يبعث يوم القيامة في جبينه مكتوب آمن من عذاب الله، إن شاء الله نكونوا منهم إن شاء الله. وهذه دقلتنا أنا بخذت ربي منهم.
ان شاء الله ان شاء الله اجمعين اجمعين. شبيك الحارث اللي زين؟ علاش تحكي كنا على روحك؟ قول ان شاء الله الناس الكل منهم. انا قدرت ربي قلت منهم نعرف روحي انا شنو نعمل في الدنيا. لا مش نعرف عليك انت. مش هذا المقصد، معناها احنا اليوم مع بعضنا دونك نقولوا ان شاء الله اجمعين ان شاء الله الناس اجمعين للناس اللي تسمع. بالحق اللي يدخل الجنه عنده الحق في 70 شخص اخر يدخل الجنه. واحد كليبس استغفر الله يا ربي لا ورا اسمعني داخل بربي سامحني معايا الضم لا نسال سليم يجاوب لا ماشي عنده الحق في 70 معاه ونسى بلاش واللي قال من 18 سنه باسبور فورسون دي فورسون مين تنايع في القضيه؟ مش تنايع في القضيه شنو هي واحد في بالي والله في بالي يا اللي يدخل الجنه اي واحد يدخل الجنه ما كسر سؤال باهي انت مش من معي عواشق والا الشهيد انا نجاوبك الحديث واضح قال الرسول عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم الجنه عمله يعني العمل ما يدخلش الجنه قال ولا انت يا رسول الله قال الا ان يتغمدني الله برحمته يعني الناس كلهم ليسعى ويجتهد مهما اخطا ومهما زل ومؤمن مش باش يدخل الجنة برحمة ربي، حتى العمل نتاعك ربي يسخر لك ووفقك باش تعمله. لكن مسألة الشفاعة هذه سواء نتاع الأنبياء والرسل ولا شفاعة اللي عنده أقربائه، هذه نعطيك مثل منطقي وعقلي لأنه ربي لا يظلم ربك مثقال ذرة، وما كان ربك بظلام للعبيد، وما لا يستوي الأعمى والبصير، مش كيف اللي عمل هكا كيف اللي عمل هكا، لكن الشفاعة هذه كيف كلي واحد كلي يعملوا له الشفاعة في الامتحانات. اللي قريب يجيب عشرة الحاكم ممكن يدخل واحد قريب من قريب من أهله كان هو سبب في فعل من أفعاله ولا في التواصل معاه، أما مش واحد معناته صار عنده صفر معدل باش يشفع فيه. لا لا هو باش يدخل عبيد قراب يعني باب الشفاعة هو باب التواصل بين المسلمين مش باب باش يقلب الموازين. واضح هذه دقلة سليم لليوم. نعتذر على سؤالي الأولاد شبه شوية سؤال فوزي بن قمرة حكاية فوزي بن قمرة لا والله سمعت حاجه حبيت نزل سليم وكاو مش على راحتك على راحتك مش خذ راحتك مش يوم القايله